النجاح ممتع جدا. كل نقطة مية قادرة تتخر من غير حدود. وعلشان تعرف ان القطاع الزراعي هو من اهم القطاعات في مصر، انزل وتعالى وشوف وكلم مع الناس. يعني من سنتين حللت عشان انا بزرع العنب، فخدنا الخطوة دي وزرعنا العنب بقاله سنة تقريبا من شهر 6 اللي فات في 2020. فاتفاجئنا بضربات غريبة الشكل، طبعا ملوحة المية ملوحة التربة، فبدأ عندنا هنا ضربات كبيرة، يعني معظم الزرع ما اشتغلش معايا، وبدأ فيه اصفرار في الورق وتآكل في الأطراف والكلام ده. قابلتهم مشاكل كتيرة جدا، قابلتهم تحديات، الناس دي ما وقفتش، قدرت تشتغل وتنتج وتنجح. فبعد كده لما أنا عملت الجهاز وجاب معايا نتيجة في الأرض المزرعة اللي فوق، فخلاص خدنا القرار بسرعة وعملناه في المزرعة اللي تحت. ما شاء الله، يعني يمكن العنب ده أنا رضيته في شهر 2 من الأول، يعني أكني لسه زرع من أول وجديد تاني. والنهاردة ما شاء الله إحنا في شهر 7، وزي ما حضرتك شايف كده الوضع الوضع اختلف. فكانت النسبة أقل من كده، كانت حوالي 900، فبدأت المروحة تزيد فوصلت 2700. تمام، 2700 بدأ يبقى فيه ضرب وفيه اصفرار في النبات، واخد بالك. فاتجهنا لشركه دولتا ووتر. معالجات الملوحه العاديه بتاعتنا كلفتني كتير، وعدت معايا حوالي 6 شهور. كلفك قد ايه يعني؟ لا ارقام ما تتسالهاش حضرتك، يعني انا اقلع الزرع احسن والله. واستخدام هذه التكنولوجيا كويسه ومضبوط على الارض، يعني بيجيب نتيجه كويسه، واخد بال حضرتك. والناس بتستفاد، يعني اي تكنولوجيا جديده بتبان الناس بتستفاد منها. الفلاح لما بيشتغل مع الارض ما هياش صنعه او مهنه عاديه، الفلاحة حب وعمل وإنتاج وقرب من الأرض ومن نعمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا خلاص يعني ما كانش قدامي غير حلين، إن أنا أدفع كتير عشان أعالج ملوحة، يا إما أقلع الزرع لأن في النهاية هكون خسران. استخدام العلم، بدل ما أنا بزرع فدان هزرع 100، وبدل ما بزرع 100 هزرع 1000، وهقلل تكاليف الإنتاج عندي، وهشتغل وأنا مستريح. شايف إن دخول تكنولوجيا معالجة المغناطيس للقطاع الزراعي هيفيده؟ هيزود من إنتاجيتنا؟ هيخلينا نستفيد من الموارد؟ كمتخصص بقى، أنا عايز كلام متخصص. مش أقل من 60-70%. 60-70%؟ طبعًا. وأنا النهارده أنا لما جهاز الدلتا ووتر ينزل لي الملوحة شوية، والأحماض اللي استخدمها تنزل لي شوية، وطريقة التسميد استخدمها شوية. معلش معانا النهارده انا ما بوصل لمكان زي ده كده. لا تقنيه عاليه، تقنيه عاليه جدا، بيرفع معايا المحصول بتاعي في الانتاجيه، وكعمر الشجره يديني فتره عمر اطول بالنسبه للنبات. انا بتكلم عليها، انا جاي اسال مجرب. فقال لي انا ركبت الجهاز من شهر 2، احنا دلوقتي في شهر 7، عمل معايا نتيجه حلوه. خلاك بقى تلجا لتكنولوجيا معالج مياه مغناطيسي. نسبه الملوحه اللي علت، يعني انت بتبقى شغال مثلا لحد 1500 1600، وفجاه تلاقي الملوحه زادت 2000 جنيه. الطبيعه محتاجاه، والجداره وامتياز جاي وجاب الخير معاه. الطبيعه محتاجاه، والجداره